تعرض فوق تلة هادئة في مواجهة جرف صخري وعلى مطل أودية عذراء. إنها حيتول الجزلينية. الزيتون العتيق جزء من تراث حيتولة المعروفة بجودة زيتها، أما أشجار السماق فتنبت فيها بكثافة مشرئبة الرؤوس قبل رحلتها الأخيرة لعناق الزعتر والفتوش. منازل حيتولة بين الفخمة التي تبنى على الطريقة التراثية أو تلك القديمة التي جددت شبابها حجرا وقرميدا، فيما الأبواب العتيقة تكحل عتباتها بألوان الورود. أما كنيسة حيتولة فمبنية على الطراز الغربي بهندسة لافتة ونوافذ ملونة. الجرارات الزراعية أمام المنازل تؤكد الطابع الزراعي لحيتولة، بينما العين القديمة تحافظ على قنطرتها التراثية وبعض الرسوم الملونة التي كانت متعة إضافية للعين على العين.